السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني. هذا نوع جديد من أنواع الإسمنت، لكن يستخدم في التشطيبات. ميزة هذا النوع أنه هو نوع خفيف، وخفة هذا النوع تعطيه نوع من العازلية للصوت. ممكن يستخدم كطبقة فينش خفيفة على الأسقف، تخفف الوزن كثير، تمام. والميزة في هذا النوع أنه هو مستدام، يعني يستخرج فورا من الطبيعة، الحصو فورا بيستخرج من الطبيعة، وبعدين بيخلطوه في مواد وبيحطوه على طبقة الفينش اللي هي الثيكنس، بتعزل الصوت بشكل جيد، بتخفف الحرارة والصوت. ولكن بالنسبة للماء المفروض أنه يكون عندنا عزل جيد للماء فوق هذه الطبقة، لأنها ما بتعزل الماء. أتمنى أنه تكون استفدتوا. الشركة تركية والجماعة هنا كويسين.